الشركة العربية البحرية لنقل البترول. بالنسبة للشركة العربية البحرية لنقل البترول التي أسسها ووقع الاتفاقية رؤساء ملوك الدول العربية المصدرة للبترول، وقد حظي تأسيس الشركة العربية البحرية لنقل البترول بمباركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك. وبعدها مرت بظروف من 1972، ظروف يعني تصاعدية بين الشد والمد، لوقت استلامي الشركة بتسكيتي من وتشرفي من الأخوان أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الشركة 2004. وبعدها عملنا كفريق واحد، لا رئيس ولا مرؤوس، هم عمل الفريق الواحد المشترك بيننا لمصلحة الشركة، وابتدينا نضع خطط واستراتيجيات لمدى طويل، والحمد لله ابتدت سنة على سنة تزيد أرباحها وتزيد رأس مالها كل سنة من وضعها المالي الذاتي. لم يكن الوصول إلى تلك المكانة أمراً يسيراً، فقد جاء هذا النجاح بعد أن تمكنت الشركة من تجاوز التحديات الكبرى التي واجهتها والظروف الصعبة التي برزت في طريقها في فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، والتي أدت آنذاك إلى تخريد ناقلات الشركة العملاقة وخفض رأس مالها، كما أن تكرار المخاطر في طرق الملاحة الدولية والممرات الاستراتيجية كالتهديد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي واستهداف الناقلات العابرة للخليج العربي في النصف الأول من العام الماضي، وما ترتب عليها من ارتفاع في رسوم التأمين البحري وأجور الحماية للناقلات، ناهيك عن تفشي فيروس كورونا في العام 2020، لم تثني الشركة عن مواصلة مسيرتها بنجاح والاستمرار في تحقيق الإنجازات. لقد أدركت حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك في مطلع سبعينيات القرن الماضي بأهمية استثمار جانب من دخلها في مشاريع مشتركة مجدية اقتصاديا ومحققة لأهداف المنظمة، واتفقت فيما بينها على تأسيس عدد من الشركات المتخصصة في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول لتعمل على أسس تجارية ولتقوم باستقطاب العمالة والكوادر العربية وتدريبها وتأهيلها ولتقدم خدماتها للصناعة النفطية العربية والعالمية على حد سواء. فقد أدركت حكومات هذه الدول أن هناك ضرورة لاستثمار جانب من إيرادات ثرواتها البترولية في مشاريع مشتركة مجدية اقتصادياً ومحققة لأهداف المنظمة، فكان أن تم الاتفاق على تأسيس عدد من الشركات المتخصصة في مختلف أوجه الصناعة البترولية، ومن بينها الشركة العربية البحرية لنقل البترول التي وقعت اتفاقية إنشائها في السادس من شهر مايو من العام 1972 لتباشر أعمالها اعتباراً من السابع من شهر يناير من العام 1973 من مقرها بدولة الكويت، على أن تقوم بجميع عمليات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية من النفط الخام والمنتجات البترولية
والغاز الطبيعي المسال. تحظى صناعة النقل البحري للبترول بأهمية كبيرة لما لها من دور فاعل ومؤثر في دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي وفي تسهيل انسياب تجارة النفط الدولية، فأكثر من ثلثي الصادرات البترولية تنقل بحرا بواسطة الناقلات ما بين مناطق الإنتاج وأسواق الاستهلاك الرئيسية. وقد حرصت الشركة منذ تأسيسها على توثيق علاقاتها بالشركات الشقيقة المنبثقة عن منظمة الأوابك وإعطائها الأولوية، خاصة في مجالي تسفين ناقلات الشركة وتمويل مشروعاتها. فقد حققت الشركة سمعة طيبة ومرموقة سواء على مستوى الدول العربية المصدرة للبترول أو الدول العالمية وكذلك البنوك. فالحمد لله يا رب العالمين إن وصلنا إلى مواصيل تنافسية عالمية في الشركة العربية البحرية لنقل البترول، وهذا يعني يشرفني أن أكون من الأعضاء المجلس الإدارة والعاملين أن نخدم الشركة ونخدم دولنا العربية المصدرة للبترول، وهذا شرف لي أني أكون أنا على رأس الشركة. ومنذ أن تم التصديق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول وملحقاتها الثلاثة في الكويت، تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها وتمارس نشاطها على أساس تجاري، كما أن لها أن تنشئ شركات تابعة أو فروعا داخل وخارج الدول المساهمة، وهي تواصل في هذا الإطار وبنجاح مزاولة مشاريعها المشتركة مع عدد من الشركات النفطية الرائدة في الدول المساهمة في مجال تجارة النفط والغاز المسال وخدمات النقل. وتعتبر الشركة العربية البحرية لنقل البترول من الشركات الرائدة الناجحة والتي تعمل في هذا النشاط منذ إنشائها بالنجاح بشراكة من أشقائنا ودول العربية المشاركة فيها. ونحن كمصر الحقيقة تعاملنا مع الشركة العربية منذ سنوات طويلة جدا، وليس فقط في موضوع نقل المنتجات البترولية والزيت الخام، بل أيضا في توريد ونقل البوتاجاز. وكان هذا النشاط استمر لمدة 17 عاما بمنتهى النجاح، وكانت مصر تعتمد بأكثر من 90% على هذا النشاط من الشركة العربية في هذا المجال، وكانت من أهم وأحسن وأنجح الشراكات على مدار السنوات. والآن نحن مستمرون مع الشركة العربية في نقل ما تحتاجه مصر في المنتجات البترولية والزيت الخام من خلال عقود مختلفة وأجال مختلفة، والتعاون مستمر. الشيء الآخر أيضا، نحن سعداء أن يكون للشركة العربية فرعا لها في القاهرة منذ سنة 90، وهو من الفروع المهمة التي تقوم بها معظم العمليات تتم من هذا الفرع في القاهرة. يساهم في رأس مال الشركة العربية البحرية لنقل البترول البالغ 500 مليون دولار بنسب متفاوتة، كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر والجماهيرية الليبية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق والجمهورية الجزائرية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. وبعد تزايد الاتجاه على تصدير المنتجات البترولية النظيفة على حساب النفط الخام وبدء مشروعات جديدة بدول الخليج المصدرة للنفط لبناء مصافي عملاقة ذات معدلات تكرير عالية، سارعت الشركة إلى وضع الخطط الطموحة لتحديث وتطوير أسطولها، والتي توجت بالخطة التي وضعتها في العام 2014 لبناء 6 ناقلات للمنتجات بحمولة تصل إلى حوالي 160 ألف طن ساكن لكل ناقلة،
وقد تسلمتها الشركة ما بين عامي 2016 و2018 وباشرت في تشغيلها. وهذه الناقلات تم تصميمها ومنذ البداية على أحدث التقنيات المتوفرة في مجال صناعة بناء السفن، مع الأخذ في الاعتبار كافة المتطلبات الدولية. وتتميز تلك الناقلات بالبدن المصمم حسب ما يسمى إيكو ديزاين، وذلك لرفع كفاءة التشغيل الاقتصادي للناقلات. وعليه فإن الناقلات تستهلك وقوداً أقل كثيراً من التصميم القديم الكلاسيكي، وبالتالي فإنها تصنف كصديقة للبيئة، حيث أن كمية العوادم أقل من الناقلات القديمة، وهي تعد الأكبر حجماً والأفضل نوعاً على المستوى العالمي. ويتنوع أسطول الشركة ما بين ناقلات للنفط الخام إلى جانب ناقلات غاز البترول المسال وناقلات المنتجات البترولية، بالإضافة إلى عدد من الناقلات العملاقة المتعاقد على بنائها. وابتدأ الأسطول يتطور، اللي وصل ل 14 ناقلة، ومنهم 6 ناقلات من أكبر ناقلات العالم. فالحمد لله لحد الآن الشركة هي في بر الأمان، وسمعتها بالسوق زينة، والبنوك يحترمون رأس مالها وتقديرها وسمعتها، وهذا شيء يفرح، إن مثل ما يقولون ربع تعاونوا ما ذلوا، جماعة مع أصدقاء والإخوان تعاونوا من جميع الدول، تعاوننا ورفعنا الشركة إلى مقام التنافس الكبير بين دول العالم. فمن ناقلات النفط الخام تمتلك الشركة ناقلة البوم، ومن ناقلات غاز البترول المسال تمتلك الشركة الناقلات غاز الخليج أوشن غاز، فيما تمتلك من ناقلات المنتجات النظيفة الناقلات شيبة والبراق، سي ليجند، سي ستار، سي شيل، سي آيكون، سي بيوتي، برينز، ودانا. هو أكبر تحدي واجهني في الشركة هو سنة 2012 باختطاف الناقلة زركو من القراصنة الصوماليين، الذي اختطفوا الناقلة لمدة 70 يوماً من التفاوض. وكانت ناقلة الشركة زيركو قد تعرضت لحادث اختطاف على أيدي قراصنة صوماليين، استطاعت الشركة تحريرها بسلام ونجاح بعد 70 يوما من عملية الاختطاف. فهذا أصعب يوم، أصعب حياة، وأصعب مرة مرت علي في الشركة العربية البحرية لنقل البترول. وسعياً من الشركة إلى توسيع نشاطها وتنويع مصادر إيراداتها، فإنها قامت خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2019 بنشاط توريد ونقل الغاز المسال إلى الهيئة المصرية العامة للبترول
بالتعاون مع بعض الشركات النفطية والهيئات البترولية في الدول المساهمة، وبالأخص شركتي أرامكو السعودية وسوناتراك الجزائرية كمزودين للغاز، في الوقت الذي ترتبط فيه الشركة بشراكة تجارية واستراتيجية منذ 8 يونيو من العام 2017 ولمدة 20 عاماً مع شركة ناقلات النفط العراقية في مجال خدمات النقل وتجارة النفط، تشمل تحديث أسطول الناقلات العراقية وتدريب الكوادر العراقية وتزويد وقود السفن من الموانئ العراقية بكمية تبلغ 500,000 طن شهرياً. وكانت الشركة العربية البحرية لنقل البترول قد حققت أرباحاً مجزية خلال السنوات السابقة، ولأول مرة منذ تأسيسها تجاوزت أرباحها 100 مليون دولار في العام 2015، بعد أن ساهم نشاط النقل البحري للمواد الهيدروكربونية والأنشطة الإضافية التي تزاولها الشركة في تحقيق تلك النتائج، كما أنها تمكنت في العام 2019 من تحقيق العديد من الإنجازات التي تمثلت في مواصلة تنفيذ خططها لتحديث وتطوير أسطولها بما يلبي متطلبات أسواق النقل البحري للبترول العالمية. وقد تمثلت هذه الإنجازات القياسية وغير المسبوقة في تحقيق عوائد مالية مستمرة للشركة وتوزيع أرباح للدول المساهمة وزيادة في رأس مال الشركة، وكان لذلك أكبر الأثر في توسيع نشاط الشركة وتحديث وتطوير أسطولها وتعزيز وضعها التنافسي في أسواق النقل البحري للبترول وتوطيد علاقاتها مع كبريات شركات النفط العالمية وأحواض بناء السفن والمنظمات البحرية العالمية. تعمل الشركة منذ تأسيسها بنظام يشمل ضوابط داخلية متكاملة وفقاً للمعايير الدولية لتشغيل وإدارة السفن بطريقة آمنة وفعالة. تولي الشركة العنصر البشري جل اهتمامها، وتمنح الأولوية في تعيين كوادرها للكفاءات من الدول المساهمة من الدول العربية ثم من غيرهم، وتحرص على تدريبهم وتأهيلهم لإنجاز مهامهم بكفاءة واقتدار. تعتمد الشركة في اختيارها للكادر البحري على عنصرين، العنصر الأول هو الكفاءة والأهلية المعتمدة على متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والمناوبة والخفارة في البحر الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، والعنصر الثاني هو الخبرة البحرية العملية اللي يعتمد على متطلبات الاختيار والتعيين حسب ما وارد عندنا في نظام إدارة السلامة والجودة الشاملة. عدد الكادر البحري الحالي اللي موجود عندنا في الشركة يبلغ 1047 شخص، منهم 368 شخص يعملون الآن على ظهور البحر، ظهور السفن في البحر، و 679 في البر يتمتعون بإجازاتهم. بالنسبة للتدريب فإحنا لدينا برامج تدريبية لرفع كفاءة ومهارة الكادر البحري. البرامج التدريبية تنفذ إما على اليابسة في معاهد وكليات بحرية معتمدة دوليا ومعتمدة من المنظمة البحرية الدولية، أو تنفذ على ظهور السفن عن طريق التعليم الإلكتروني بما يتطلبه النظام الشامل لإدارة السلامة والجودة لدينا. واستمرت بإرسال هذه البعثات لغاية عام 1978، حيث قد بلغ عدد المبتعثين 256 طالبا
موزعين على 4 دول. 118 في المملكة المتحدة يدرسون في 5 كليات في 5 مدن مختلفة. 97 طالب في الأكاديمية العربية في الإسكندرية، 24 طالب في أكاديمية الخليج العربي في البصرة، 17 طالب في الكلية البحرية في الجزائر. وقد عمل كل من هؤلاء بعد تخرجهم على ناقلات الشركة كلهم في اختصاصه. دراسة 100 طالب على حساب الشركة العربية وبأكاديمية ثاني أكاديمية بالعالم، الأكاديمية المصرية بالإسكندرية. يعني من كل الدول تلتجئ لهذه الأكاديمية على